是爱笑娃娃，小女星爱美丽辣妈，班队吵架一起玩耍，善良美丽爱温柔顾家，心灵手巧云朵妈妈，هدية الأفضل. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. لنمارس الرياضة. أخبريني ما رأيك في الفستان الذي ارتديته؟ إن ابنتي بالطبع جميلة للغاية. شكرا. أخبريني لما ترتدين هذه الثياب الجميلة؟ اليوم هو حفلة عيد ميلاد صديقتي وقد دعتني للحضور. هذا رائع جدا، لكن ما الهدية التي جهزتها لصديقتك؟ انتبهت فقط لمظهري ونسيت أن أحضر لها هدية. سوف أهديها هذا الدب الكبير. من السيء إهداؤها ألعابا قديمة. إن هذا صحيح، في عيد ميلادي أهدتني دمية جميلة. ترى ما الهدية التي ينبغي علي إعطاؤها لها يا أمي؟ إنها صديقتك المقربة فالقرار لك. كتاب الصور هذا؟ لا، إنها تمتلك واحدا. نموذج الطائرة. إنه كبير وجميل يا أمي. من المؤكد أنها ستحبه. لكن هذا هدية من أبي ويصعب علي التخلي عنه، لنفكر في هدية أخرى. نعم، إنها تحب دبوس الشعر الخاصة بالأميرة الصغيرة الذي يشبه التاج يا أمي. علينا الانتباه لما يحبه الطرف الآخر. هل سيكفي مصروفي أم لا؟ سأساعدك. واحد، اثنان، خمسة عشر. إن نقودي لا تكفي. يا أمي، ليست لدي نقود كافية لشراء الهدية، فما العمل؟ المهم في الهدية هو قيمتها. إنها تحب دبوس شعر الأميرة هذا. قد وجدتها. يمكننا أن نقوم بصنع تاج للشعر خصيصا من أجلها. ها هو، لقد اخترنا تاج الشعر الذي سنقوم بتزيينه. وكيف نزينه؟ أريد لوحا بلاستيكيا. سوف أحضره. تفضلي يا أمي. شكرا. سنقوم الآن بلصق دبوس الشعر مع التاج جيدا. سأجربه أولا. هذا التاج ليس جميلا بالمرة يا أمي. إذا ما الشكل الذي تريدينه؟ أريده لامعا. لقد جهزت هذا. هذا الكريستال الذي أستخدمه في تزيين الهاتف. إنه جميل حقا. سيكون أفضل بوضعه على التاج. فلتلصقي هذا بحذر. سوف أحضر العصير. شكرا. إلى متى سأظل ألصق هذه القطع؟ ما
فعل هذا؟ عزيزتي هل انتهيت؟ لقد انتهيت من النصف فقط، لكنني تعبت للغاية. هذه هديتك لصديقتك، لابد أن تصنعيها بحب هكذا. سوف تشعر صديقتك بنيتك الطيبة. انتهينا من صنعه. هذا هو أجمل تاج رأيته. أمي، لقد عدت. هل كانت حفلة عيد ميلاد صديقتك ممتعة؟ كانت ممتعة جدا، لقد كانت هديتي. هي المفضلة لديها من بين الهدايا التي حصلت عليها. كانت ترتديها طوال الحفلة، وقالت أيضا إنها ستأخذها معها غدا لكي يراها باقي الأصدقاء. يكفي أنها أحبتها. نعم، أنت على صواب، فالهدية المليئة بالحب هي الهدية الأفضل. ما تقوله أمك لابد أنه صحيح. تنسيق الزهور. رائع. إن اليوم هو الذكرى السنوية لزواج أبي وأمي، لابد أن أفاجئهما. رائعة، ولكن أظن أنني أحتاج للمزيد. إن هذه ستفي بالغرض. ها؟ يا لها من سلة زهور رائعة. قامت ابنتنا بتنسيق الزهور. قامت بتنسيق الزهور؟ ها، إنها ماهرة في هذا. ستصنع سلة كبيرة لجدها وجدتها. قلت ستصنع سلة كبيرة؟ أجل، لماذا؟ لا تشغل بالك أبداً. لن أدعها تتغلب علي أبداً. إن ابنتي هي الأفضل على الإطلاق، فهي بارعة جداً في تنسيق الزهور. لا بد ألا تعلم ابنتي بما حدث. أعترف أن ابنتي تتمتع بموهبة في تنسيق الزهور، لكنني تعلمت مهارة تنسيق الزهور قبلها. كيف يمكن المقارنة بين شخص هاو وشخص محترف؟ قطفت جميع الزهور لنرى ماذا ستفعل. إن هذه الزهور جميلة حقاً. سوف أتدرب قليلاً. ليست رائعة. أشعر أنني رأيتها من قبل. إن حظي سيء. هذا صحيح، سأذهب لرؤية كيف تنسق ابنتي الزهور. انظر يا مسوى، رغم أنني لم أجد زهورا جميلة بالحديقة، إلا أن سلة الزهور التي نسقتها أصبحت رائعة وستعجب جدي وجدتي. إن سلة زهور ميان خواتانغ جميلة حقا. سأضع جميع الزهور في السلة. ستصبح السلة أجمل إن وضعت المزيد. ما زال يمكنني إضافة المزيد. سأضع واحدة هنا وواحدة هناك. لن يمكنني إهداؤها لجدي وجدتي. لما تبدو سلة زهوري غير متماسكة. أمي لديها خبرة بهذا، سأذهب لأطلب المساعدة. أمي، أريد صنع سلة زهور، هل يمكنك مساعدتي بذلك؟ سلتي سيئة ولا تقارن بسلتك الرائعة. من قال هذا؟ إن سلة الزهور التي نسقتها متماسكة. تحطمت السلة لأنني أضفت لها زهورا كثيرة ولم يعد هناك زهور في الحديقة. تعرف كيف تتعلم من نقاط القوة لدى الآخرين، وأنا لم أفعل شيئا سوى الحقد عليها. آسفة يا عزيزتي، أنا من قطف جميع الزهور.
خذي هذه الزهور وأعيدي صنع سلة أخرى. سوف نصنع واحدة معا. يا لك من فتاة متفهمة وعاقلة. ترى ماذا بها؟ قد اتضح أنك موهوبة حقا في تنسيق الزهور. أريد تعلم المهارات الأساسية في تنسيق الزهور. أنا سوف أعلمك إياها. ضعيها هكذا. لقد فهمت الأمر جيدا يا أم. تعاليا، لقد جاء الجد والجدة. إنها هدية منا. ألن تتحطم هكذا؟ عيد زواج سعيد. إنها جميلة جدا. من الذي قام بصنعها؟ صنعتها أنا وأمي معا. تبدو هذه السلة متماسكة جدا. أصبح لدينا شخصان بالعائلة ينسقان الزهور. إنهما تشبهان جنيات الزهور تماماً. ميانخو تانغ الراشدة. ماذا تفعلين؟ أقرأ كتابا ممتعا. وما الممتع في قراءة الكتب؟ هيا نلعب بالدمى. خذي هذه. أبي أخبرني بأنني كبرت فلن ألعب كما كنت ألعب سابقا، لذلك أريد قراءة الكتاب. إلى اللقاء. تبدو رائعة جدا هكذا. أنا أيضا سأفعل مثلها. أمي، ألا يوجد شيء لأتناوله؟ أنا أتضور جوعا. الطعام جاهز. تناولي وجبتك المفضلة. أصبحت راشدة. وأنا أيضا أصبحت راشدة. لن أتناول الطعام الذي كنت أحبه سابقا. ماذا بها؟ لما لم تتناول طعامها؟ ما رأيك أن نلعب بالدمى معا؟ ألم تلاحظي أنني أقرأ الجريدة الآن؟ الأطفال فقط هم من يلعبون بالدمى. لقد كبرت الآن ولا يمكنني لعب هذه الألعاب. أخبريني إذا ماذا قرأت في هذه الجريدة بالضبط؟ قرأت بالجريدة أن المدرسة مكان ممتع للغاية. كيف قرأت هذا وأنت تحملينها بشكل معقول؟ لن ألعب هذه الألعاب، فأنا أريد أن أصبح راشدة. لما ترتدي هذه الفتاة الصغيرة هكذا؟ إنها غريبة. لابد أنهم متفاجئون أنني أصبحت كبيرة وراشدة بسرعة. صديقتي، أهلا. ميانخو تانغ، أنت بخير؟ لما ترتدين هكذا؟ لأنني قد أصبحت راشدة الآن. هل يمكنك اللعب معنا؟ سألعب أفضل منكما لأنني أصبحت راشدة. دعينا نلعب إذن. خذي الكرة منك. آه.
لن ألعب معكما بعد الآن. راشدة وتبكي. عزيزتي أخبريني، ما هو خطبك؟ لماذا تبكين؟ لا أعتقد أنني كبرت، فلا أستطيع ارتداء هذه الملابس وسأظل طفلة للأبد. بالطبع سوف تصبحين راشدة وتفعلين ما يفعله الكبار، لكن ليس الأنف، الجميع يكبرون وينضجون، لكن النضج لا يعني تقليد الآخرين. إن النضج يعني أن تكوني على قدر من تحمل المسؤولية. وما هي المسؤولية؟ المسؤولية هي المثابرة والاجتهاد في حياتنا، لكن مهمتك في الحياة هي المرح والعيش بسعادة. أن تلعبي كما يحلو لك وتتناولي ما تشائين، وهكذا سوف تصبحين راشدة. لن أدعي أنني راشدة بعد الآن. هيا دعينا نحضر الضمى ونلعب بها، وأريد أيضا تناول وجبتي المفضلة. حسنا. لا أحب الفلفل الأخضر. أكره الفلفل الأخضر. ليس من الجيد أن يتمرد الأطفال على الطعام. الفلفل الأخضر شكله قبيح. لا يجب أن تقولي هذا. خذي. تناولي. هيا. لن أدعك اليوم أبدا. إن لم تأكلي الفلفل فلن تذهبي للعب. إخوة، تناول هذا الفلفل من أجلي. انتهيت من تناوله فأذهب للعب. يجب أن أجعلها تتوقف عن هذا. أضاف الفلفل الأخضر جمالا إلى السلطة. الرائحة زكية جدا والمذاق رائع. الألوان أيضا جميلة. أمي تخدعني بالتأكيد. أنا جائعة جدا، أريد تناول الكعك. ما هذا؟ عفريت الفلفل الأخضر؟ يبدو الفلفل الأخضر لطيفا جدا. أنا نحات جيد ومهاراتي قوية. سنتناول الفلفل؟ لا، فأنا أقوم بالنحت على الفلفل الأخضر فقط. هذه هدية لك. حسنا، لكنني لا أحبه يا أمي. إنه رائع. إن امتلكت واحدة سأضع بداخلها شمعة وستكون رائعة. يا أمي، يا أمي تعالي بسرعة وانظري هنا. إنه جميل جدا. لماذا فعلت هذا وأنت لا تحبين الفلفل الأخضر؟ لست أنا، بل أنت. لست أنا، لقد وضعت الفلفل الخاص بي في غرفتي. ما الذي هناك؟ لابد أن هذه الورقة لك. إنه عفريت الفلفل الأخضر يفاجئني مجددا. أنا أحب هذا العفريت الصغير. سوف نجري سباقا اليوم في تناول الطعام. هيا.
عفريتة، الفلفل الأخضر لن يظهر مجددا. لماذا؟ لأنك لا تأكلينه، لذلك عفريت الفلفل الأخضر سيذهب لطفل آخر. حسنا، من أجل العفريت سآكل كل الفلفل اليوم. لذيذ أليس كذلك؟ نعم، طعمه مميز جدا. عفريت الفلفل الأخضر؟ إنه من العائلة وسيأتي دوماً. عفريت الفلفل الأخضر لطيف جداً. عليك أن تهتمي به جيداً، وعليك ألا تتمردي على الطعام. يجب أن تفعلي هذا، وإلا فلن يأتي إليك. لن أتمرد عليه أبداً، فلا يجب أن يذهب عفريت الفلفل الأخضر. إن لم تتمردي على الطعام فلن يتركك الفلفل الأخضر. رائع جداً. الأجراس المميزة. لقد حان وقت الدواء. عزيزتي، تناولي الدواء. هذا دواء مذاقه سيء. لكن أنت لم تشفي بعد. لا أريد. عزيزتي، إن أخذت الدواء فسوف أعطيك بعض الحلوى. حسنا، عزيزتي، حان وقت الدواء مرة أخرى. لن آخذ الدواء، فطعمه مر ولا أريد تناول الحلوى أيضا. حسنا، ما رأيك أن تتناوليه وسأصطحبك لمدينة الألعاب؟ الدواء مهم لمقاومة الأمراض. قلت له. يبدو أنها تختبئ بالأسفل. لن تجدني أمي بالتأكيد، ولن أتناول الدواء. ميان خوا تانغ، أين هي؟ أين اختبأت يا ترى؟ لابد أنها هي. هل تريدين أن تخدعيني؟ كشفت أمري مجددا. لن تهربي ثانية، هيا تناولي الدواء. حسنا، لكن الدواء مر، أحضري لي بعض الماء. بالطبع، لكن عليك أخذه دون إرهاقي. هكذا لن أشربه. ميان خوا تانغ، ماذا تفعلين؟ أنا لم أفعل شيئا، انظري، لقد شربت الدواء فقط. مخادعة، قد سكبت الدواء للتو، أليس كذلك؟ لا أريد أخذه. إعطاؤها الدواء أمر صعب جدا. علي التفكير في طريقة ما كي تشرب الدواء وهي راضية. وجدتها. هذا كبير جدا. لقد نجح. أمي، لا أريد أخذ الدواء. لا داعي
عن الخوف. لم آتي لأعطيك الدواء بل لكي أريك هذا. إن هذه الأجراس جميلة. هذه زجاجات دواء سائل للبرد، قد حولتها إلى أجراس. هل أعجبك؟ مدهشة أمي، هل يمكن أن آخذها؟ لا يمكن، فهذه لي. إن أخذت الدواء في الوقت المناسب يمكنني استخدام الزجاج المتبقي في أن أقوم بصنع أجراس جديدة لك. إنها حقا فريدة من نوعها. سأتناول الدواء الآن. هيا إذن. أنت فتاة مطيعة وهذه هديتي لك. هيا. الدواء ليس مرا على الإطلاق. لقد نجحت. أمي إنها جميلة، سوف أخذها وأريها لصديقاتي. حسنا، هذه الأجراس التي صنعتها صغيرتي بنفسها. إن أجراسي جميلة للغاية. حان وقت تناول الدواء. سأخذه. ستخافين من الدواء؟ إن هذه الأجراس رائعة جدا، لن أخشى تناول الدواء. كنت أعلم أن صغيرتي هي الفتاة الأشجع في العالم.